4 مراكز منتشرة في المحافظة. يواصل فرع السورية للحبوب في حما استلام محصول القمح من الفلاحين مع تقديم التسهيلات اللازمة كلها لضمان تسويق محصولهم واستلامه ضمن المقاييس الرسمية المعتمدة. تم فتح جدول المقاييس مشان ما يصير عمليات رفض. والآن لا يوجد عندنا لدينا أي آلية تم رفضها باستثناء التي خرجت عن النموذج. هي درجة رابعة وفتحوا أنه لل 23 من 16 لل 23 حتى ما يتم عملية رفض والمزارع ما ترتبط أقماحه. يتم حسم بسيط من قيمة الأقماح حتى لا يذهب المزارع إلى التاجر. تم إجراء صيانات لجميع الصوامع والصيموعات قبل موسم الشراء. تم إتباع الموظفين لدورات فنية محاسبية. جميع الأمور الفنية يتم تلافيها مباشرة منعا لحدوث الاختلاقات أثناء عملية الشراء في الموسم. عملية شراء القمح من الفلاحين تتم من خلال شهادة المنشأ، وينظم دور الاستلام وفقا لترتيب وصول الفلاح إلى المركز، كما أن رفع نسبة الشوائب وسرعة تسليم ثمن القمح زاد من إقبال الفلاحين على تسليم منتجاتهم. نرجو من المختصين وخاصة في الجانب الزراعي المراعاة لوضع الفلاح من حيث المادة المازوت لتاريخ الساعة. من نشتري المازوت حر البدون ب30 و35 ألف ما أخذنا ولا لتر مازوت. لو يرفع سعر الحنطة شوية لهالفلاح مشان نوفي معه، بس يعني إنتاج السنة الدرم يعني قليل شوي، بلكي بتوفي مع الفلاح، بلكي أخيو تحسن أوضاع الفلاح. يعني مطالبنا بالنسبة للأسمدة اللي كسر نزلنا إياها شوي، لأنه شيء مكلف، كل شيء صار مكلف، العامل مكلف، الأسمدة مكلفة، ما في شيء عم يوفي معنا. 900 ليرة للكيلو وزادوا أسعار الأسمدة هلا 60-70 ألف حق كيس السماد، ما بتوفي مع الفلاح. وبالنسبة للتسليم، التسليم كويس والأمور منيحة، يعني الشباب عم يعملوا كل جهدهم انه يسروا امور الفلاح. مازوت ما في للآليات يا اخي، عم يعبي غالي يا اخي. التسليم كويس، وشوفت عينك الرزق كله عم يجي لهون على المكتب يعني. الكميات المستلمة قدرت بالجيدة مع توقعات بزيادتها خلال الفترة القادمة رغم انخفاض الانتاج بسبب العوامل الجوية. والفلاحون يطالبون بزيادة الدعم الحكومي لمادتي المازوت والسماد.